السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 6 وهنحل بعض المسائل الاكسرسايز عشان نوضح الفكرة بتاعة بلوتينج رسومات يعني عن طريق الشابتر ده، وبرضه نوضح فكرة السكريبت فايل. في شابتر 4 احنا خدنا اللينير ايكويشن، ودي هتلاقيها موجودة في سلسلة الفيديوهات، فهي نفس الفكرة بتاعة المعادلة دي، فاحنا مش عايزين نضيع فيها وقت. لو دخلت على شابتر 4 linear equation هتلاقي معادلة زي دي كده بالظبط ازاي تحلها، بس القصة كلها انك هتحطها في script file، يعني تقول هتدوس على new script وتحط الأكواد هنا مش أكتر ولا أقل. ايه الفكرة بقى؟ الفكرة الرئيسية بتاعت الشابتر هو السؤال رقم 2 ده، انك تكتب برنامج جوه ال script file ده بيستخدم 3 دوال، وتدخل قيم x ثابتة من 0 ل 2 باي، وتعوض في الدالة الأولى والتانية والتالتة، وتظهر الكلام ده على الشاشة. فإحنا هنقول هنسجل أول حاجة قيم، طبعا عندي إكس بيعلق في الكيبورد، فأنا هسجل إكس بقيم A وكفيكتور من 0 ل 2 في باي، طبعا باي اللي هي بي أي. طبعا اللي في النص ده يعتبر معدل الزيادة، وده برضه شرحناه قبل كده، ممكن يكون أي قيمة، اهم حاجه قيمه من 0 ل 2 باي محطوطه بين براكتس دول. ادي قيمه ايه؟ عندنا 3 معادلات اسمها y1 y2 y3. لاحظ حاجه واحده، ان انا لما بدوس انتر هنا ما بينفذش اي حاجه، ده مجرد ان انا بعدل اللي انا عايزه واكتب في اي مكان براحتي، ودي ميزه السكريبت فايل. اما انت لو كتبت في الكوماند ويندو اللي هي اللي بره دي، كل ما تدوس انتر هتلاقي ان بتسجل خط سطر جوه الايه برنامج، فبيتنفذ على طول. y1 مديهالك بتساوي 2 كوزاين اكس، احنا هنا سميناها الاكس ايه، فتبقى 2 في كوزاين ايه، ممكن نسمي اي حاجه يعني كوزاين بي سي whatever، بس لازم يكون تبع الايه الفيكتور بتاعه. y2 كوزاين اكس اللي هي كوزاين ايه، ممكن نسجلها بلاش ايه، خليها ان عادي يعني كوزين ان كوزين ان اوكي. واي 3 مديهالك في المساله بنص في كوزين اللي هي اكس اللي احنا سميناها ان في هذه الحاله. طيب لما انت لو دوست ثلاثة كل اجابه كده بتدوس سيمي كولوم، الحاجات دي مش هتظهر على الشاشه يعني كقيم مش هتظهر، لكن لو عايزها كقيم تظهر بتشيل السيمي كولون. تمام، فاحنا مش مهتمين بالقيمه، احنا مهتمين بالجراف دلوقتي، بالجراف. فاحنا عندنا 3 علاقات، عندنا ان واي 1 وان واي 2 وان واي 3. فاحنا نقول لات بلوت، نفتح قوسين ان واي 1 ان واي 2 وان واي 3. كده احنا عملنا ام بلوت للثلاث دوال وعلاقتهم مع ان. هندوس سيف تمام وندوس ران، جاب اهو في البرنامج رسم لي الثلاث دوال زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، وهو ده المساله رقم 2. طيب رقم 3 بيقول لي رايت سكريبت فايل، عايز المساحه بتاعت سيركل بحيث ان المستخدم هو اللي يدخل الريديوس بتاعه السيركل بتاعه الدايره، ومديك القاعده بيقول لك ان المساحه اللي ايه بتساوي باي ار سكوير. طبعا جيفن انك تقول له ان الريديوس المفروض ما يقولكش جيفن، طبعا المستخدم اللي هيدخل القيمه دي من عنده، فما ينفعش انا اقول لك الار جيفن، ما ينفعش اديك قيمه للار كنت حاططها مكان، يعني يفضل من السؤال يكون صيغه كويسه، يعني شيل given r بتساوي كذا. طالما هو the program asks the user to enter the radius، يعني انت تعمل دالة، الدالة دي بتقول للمستخدم يا يعني مستخدم حط قيمة من عندك لنص القطر بتاع الدايرة دي، فما تجيش انت تفرض عليها قيمة. ما علينا، هنستخدم البرنامج زي ما هو عايز. هنقول ان الراديوس اول حاجة، ما ننساش طبعا واحنا بنشتغل اشتغلنا دالة جديدة، يبقى نقفل القديم وندوس كلير علشان يمسح كل حاجة، وندوس سي ال سي. ممكن برضو نعمل الكلام ده من جوه برنامج كوماند سي ال سي وندوس كلير. ليه كلير؟
علشان يمسح كل الحاجات اللي كانت هنا، بحيث انك لما تيجي تحط معادلة جديدة ما تحصلش اي اخطاء. clear CLC، ونقول مثلا ان radius equal input دالة الادخال، المستخدم يعني هيدخلها من عنده، وانا احط مثلا دالة تعريفية او عبارة، اقول له enter the value او enter the radius، يبقى المستخدم هو دلوقتي اللي هيدخل قيمة الراديوس، وادوس سيمي كولوم، واقول له ان الاريا المساحة اللي هو عايزها بتساوي باي اللي هي بي اي في ار سكوير اللي هي ار شيفت 6 2، او انك تكتبها ار في ار فهي تعتبر برضه ار سكوير، وادوس سيف. طبق البرنامج، هيقول لك انت ذا راديوس قول مثلا 3، هيقول لي الاريا بتساوي كذا. طبعا هو فرض عليك انك الراديوس اللي تدخله جوه البرنامج يكون قيمته 5.23%، فانت هتحط قيمته 5.23%. طبعا لو عايز تخلي عبارة enter the radius دي في سطر جديد بتدوس سلاش ان اي سلاش نيو لاين، ودي خدناها برضو في الفيديوهات السابقة، وتدوس كده حطلك في النيو لاين اهي، ولك enter the radius هتدخل القيمة اللي هو طلبها منك انك تحطها اللي هي 5.23، صح؟ 5.23، وتدوس يقول لك ان الاريا بتساوي 85 وهكذا. وده السؤال. في السؤال ده مفيش ايه رسم، في سؤال ممكن يطلب منك رسم وسؤال يطلب مفيش رسم، ودي الفكرة العامة بها. اي سؤال هيجي لك في الدنيا بيدي لك علاقة ما بين A و B وارقام، وانت كل اللي بتعمله انك بتدخل قيمة المتغير، لو في متغير بتدخله كمتغير، ولو في ثوابت بتدخلها كثوابت، وبتحل المعادلات، يعني مفيش اي مشكله، مفيش اي صعوبه فيها يعني. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه، لو في سؤال وقف معاكم ممكن تكتب رقم السؤال ونعمل فيديو مخصوص ليه، بس عشان ما نضيعش وقت احنا فهمنا الفكره الرئيسيه ازاي نحول قيمه اكس لفيكتور ونستخدمها في دوال زي y1 y2 y3، وازاي ان احنا نعمل علاقه ما بين الفيكتور اللي احنا دخلناه ده والدوال بحيث انه يرسم لنا جراف. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح شابتر 7، وهو بيتكلم على حاجات اخدناها في لغه السي. ان شاء الله نشوف الفيديو الجاي، يا في حفظ الله.